مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج موعدنا شباب. كل يوم هتكونوا معانا على الشاشه من الساعه 6 للساعه 6:30 للساعه 8 بتوقيت السعوديه، وكمان هتسمعونا لو انتوا في العربيات او بتسمعوا الراديو على راديو الان فعلى اللايف مباشر. ودايما بنكون مع بعض احنا الاربعه كده طالعين بمواضيع متنوعه وبنتكلم في فقرات مختلفه. كمان عندنا كلام النهارده عن الجمال والصحه وفقره بدون كلام اللي بنلعب فيها لعبه بدون كلام ونقعد ندردش مع بعض دايماً. اللي بنفوز فيها دايما فعلا وعندنا كمان سؤال الحلقه اللي بنشوفه دايما او بنشوف من خلاله تفاعلكم معانا، تقدروا تتكلموا على الارقام الموجوده. سؤال الحلقه النهارده هو عن السواقه في رمضان، ايه اكتر حاجه بتضايقكم ومين احسن في السواقه، الشباب ولا اكيد البنات؟ اكيد البنات. يعني انا ما قلتش اكيد الولاد، اكيد البنات. طب ليه انا ما قلتش اكيد حريصين في السواقه؟ يخافون اكثر من الشاب، متهور اكثر. الشاب متهور اكثر إيه؟ والبنت؟ لا عادي اكو بنات متهورين بس بس احس حتى بالشباب اكو اللي يخافون واكو العادي. بس عامه احنا يعني اهم حاجه ولا شباب متهوره ولا بنات متهوره، احنا عايزين كله يسوق حلو. هنتكلم اكتر عن الموضوع ده، وانتوا تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق ارقام التليفونات. وعندنا مواضيع دايما بنبتدي بيها بالصحه، فعندنا فوائد للبشرة هتقولها لنا مها دكتورة، وعندنا مشروبات كتير هتساعدنا على خاف وانت تقول مها احسن لك. انا مش هتكلم، الانستغرام هو اللي هيتكلم. الانستغرام انا ما تهدد. عندك النهاردة للصحة يا استاذة؟ عندي اليوم رح اتكلم عن الشيا. معروف انه الشيا هي نبتة موجودة في افريقيا، هي مادة دهنية يستعملونها الناس لترطيب البشرة، لها فوائد عديدة للشعر للبشرة، وأكثر شيء هي تقوم بترطيب البشرة بشكل كبير، ولأنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأمينية اللي تساعد في إنتاج الكولاجين في البشرة. فهذا الكولاجين يساعد، طبعا معروف أن الإنسان كل ما يكبر في العمر كل ما تقل نسبة الكولاجين في البشرة فتطلع التجاعيد. فالشيا يساعد في إخفاء هذه التجاعيد، بلس أنه هو يعتبر مرطب كبير، نقدر نستخدمه على الشعر، نقدر نحطه حتى على شفايفنا، لأنه الشفايف اللي دائما تكون جافة تساعد في أنه هي تكون بالضبط. فلها وكمان تساعد في التئام الجروح، كثير ناس يستخدمونها انه تساعدهم في التئام الجروح، ولها صراحه فوائد مره عديده مثل ما احنا شايفين هنا طالع على الشاشه. ده شوكولاته؟ شوكولاته بالبشره. هي معروفه انه هي ثقيله فترطب البشره. البشره هي مره يعني معروف انه هي من اكثر الاشياء اللي تساعد، حتى مو بس الوجه، الجسم ككل يعني المناطق الناشفه. هي بتجي كريمات وبتجي على شكل سيدز صغيرة هيك، مثل هيك بتجي حبوب صغيرة، كتير بينصحوا فيها انه تنأخذ معلقة الصبح، معلقة كاملة من الشيا سيد تاكليها اكل، وبالليل قبل ما تنام تاكليها اكل، لانه مفعولة اقوى من الكريمات. هي نفسها تنتفخ لما تحطيها بالمي تصير اكبر ولا ايه؟ بتصير اكبر شوي بس يعني ما مثل ما بيصوروها، بس هي يفضل انها تتاخذ لحالها لانه كثير منيحه للبشره وكثير منيحه للشعر. بتنمي الشعر. كثير ناس يستخدموها. في منا اكثر العالم بيستخدموها كريمات للستريتش ماركس اللي ممكن تصير من بعد السمنه او الولاده، او حتى المراه الحامل بتقدر تستخدمها كزيت. ايوه حوالي البامب، البيبي بامب. في كثير لها فوائد وكثير كثير كثير بينصحوا فيها. مره مهمه. النهارده بعد الفطار لقيتك ماسكه جرين تي وبتقولي لي بيعمل ايه والله صدق. قلت لي اصبر ده انا في البرنامج هحكي لك على شويه مشروبات بقى بتفتت الدهون. يا ريت بدل ما تفيديني تفيد المشاهدين. لا اكيد انت مو محتاج هذه المشروبات قد ما احنا محتاجين هذه المشروبات. لا حتى البنات ولا يعني تقصدي البنات بيحتاجوا اكثر؟ احنا اكثر شيء يعني. اوكي ايه هي المشروبات دي؟ المشروبات اللي تساعد في حرق الدهون خصوصا في رمضان هو أول شيء بالنسبة لي وحبيبي، حبيبي من جد. أنا إنسانة يعني دائما أشرب جرين تي، بعد أي وجبة أكلها أشرب جرين تي، يعني نفسيا صار الموضوع عندي. غير الجرين تي في الكمون، ممكن أنك تنقع كمون أو تحط على النار كأنك قاعد تسوي شاي، مشروب الكمون يساعد في تذويب الدهون، والليمون نفس الشيء.
أوكي. الليمون معروف انه هو مره فعال الدهون. بس اكو ناس دائما مني يسمعون هاي النصائح انه عبالهم خلص اقدر اكل اي شيء اريده واثقل بالاكل. لا طبعا صح. لا. بعدين اشرب لا. جرين تي خلاص حد لا 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 اكيد مو لدرجه ان ناكل كل شيء في الحياه صح. وبعدين نشرب جرين تي. الجرين تي ايش بيسوي بي بي حارب ايه ولا ما راح يلحق ما يلحق بعد من ال ايه بالضبط من الجنزبيل. الزنجبيل مره 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 مفيد مفيد ومهم في تذويب الدهون وعنده فعاليه مره كبيره وسريع جدا في تفتيت الدهون. خاصه ويا الليمون من تخلطينه ممكن تخلطينه مع الليمون ممكن ناس يشربونه عادي الحاله ف من المشروبات اللي مره معروفه. الزنجبيل بيصوروا لك اياه كانه هو خلاص يعني دواء لكل لكل دواء للسمنه دواء للمرض دواء الحرقة دواء طعمه ثقيل فيحاولوا يحطوه أشياء. بس الليمون والعسل معروف الزنجبيل والليمون والعسل دائما لما بتمرض زنجبيل ليمون عسل كأنه أنت بكرة حتصح إيه بس فعلا الحرقة اللي بتعطيها الزنجبيل خلال الرشح جدا مفيد صحيح ممكن تفتح أنا ما أحب صراحة عن نفسي طعم الزنجبيل يعني هو صعب طعم الزنجبيل هو صعب طعم الزنجبيل بس اهم شيء بياخذوه الصبح مع مي فاتره لا سخنه ولا بارده بالضبط. لانه اولا بتسد الشهيه وثانيا بتساعد على انه انقاص الوزن صح وفي ناس اول ما يصحون طبعا مو في رمضان اتكلم في الايام العاديه الصباح يشربون مي مغلي حار يساعد في عمليه الايض وحرق الدهون عندك بنسبة كبيرة. هاي أنا أسويها كل يوم. والله. ماي دافي لأنه تحسيتي يخلص المعدة من الأشياء الشوائب أو الأشياء اللي ده تبقى بها أو السموم فكلش مفيد. مشاهدينا أو حتى السموديز. خذوا البقدونس نسيت أقول عن البقدونس بعد نفس الشيء يساعد في حرق الدهون. ممكن تسوون عصير أول شيء تغلونه على النار لمدة 10 دقائق بعد كذا ترجعونه للثلاجة تخلونه 3 ساعات أو أي شيء وبعد كذا تشربون. وبعدين شاهيناز لو بتعمل حاجة اهو النتيجة باينة وشاهيناز شربت كل عامل عصير تقولي بتعمليها كل يوم الساعة كام تقريبا لا يعني احاول كل يوم او هي ماما اللي تحاول وياي كل يوم انه تنطيني مي دافي لانه هي دائما تقولي على الفوائد صح لها فوائد بس انا دائما اقولها انه ليش دافي عادي اشرب مي طبيعي ما حيصير شيء فموعدنا شباب دايما دردشتنا شبابي كده وهتلاقوا نفسكم بتروحوا وتيجوا معنا في المواضيع اللي بنتكلم فيها وبنتكلم من الصحة لسه مكملين في مواضيع مختلفة بس عندنا من الصحة كده ننتقل لوظائف هتختفي وبرضو جايبنا انت مواضيع كده فيها شوية اكشن ايه الوظائف اللي هتختفي على الرغم احنا مش لاقيين شغلة حسب ايه والله يلا الله يعيننا حسب اخر الدراسات يقولون ان في 23 وظيفة ممكن انه هي تختفي من في 2030 يعني انتبهوا يا جماعة منها طبعا خدمة العملاء والوسيط العقاري والتسويق والمطابع هذه الوظائف راح تختفي لكن في المقابل في وظائف راح تكون جديدة موجودة يعني يعتبر يمكن هي 58 وظيفة 158 وظيفة جديدة في قطاعات جديدة تتعلق في الأقمار الصناعية والتكنولوجيا وهذه الأشياء وإحنا كل يوم نرجع الموضوع أن الوظائف هتختفي والروبوتات بحاول أبصي أقولك على حاجة أنا بقول للناس أو مشاهدينا دائما إحنا في مواضيعنا دي هي هتلاقيها نفس المواضيع اللي بنقعد في أي نادي شباب قاعدين بيتكلموا مع بعض في أي مكان هتلاقينا بنتكلم دائما إيه أخبار الشغل وإنت عامل إيه والشغل فيه إيه ده بيمشوا ناس ده بيعينوا ناس فاحنا بنحاول عن طريق بعض الدراسات نشوف فعلا لان خلي بالك لو حد برضو من 10 سنين كان قاعد نفس قعدتنا على التلفزيون وقال ده في سوشيال ميديا جايه وفي شغل جاي عليها ابتدوا يفهموا ايه يعني ايه سوشيال ميديا كنا اكيد هنستفيد لكن ما كانش في حد بينوه عن الحاجات دي دلوقتي فاحنا بنحاول ننوه عن ايه الوظائف الجديده البروجرامينج لازم الناس كلها تتعلمه او الاجيال الجديده الوظائف الجديده مهمه جدا فمتهيألي قعدتنا مثمرة من النقاشات اللي بنعملها صح ولا ايه؟ طيب عندنا كمان عندنا الاشخاص اللي بيعملوا في الطوابق العليا او العلويه هذه صراحه شيء يعني انترستينج انه يقولون الناس اللي يشتغلون في الطوابق العلويه كل ما كان المكان اللي تشتغل فيه هو مره بعيد او عالي يكونون اصحاب قرار اقوى من نظرائهم اللي يشتغلون في الطوابق السفليه يقولون ان العقل الباطن لدى الناس اللي يعملون في الطوابق العلوية يكونون يعطيهم تأثير أو إيحاء بالقوة أكثر من هو فوق الناس بالضبط أنه شيء زي كده حلو الدراسة دي أنا عايز أعرف أكثر أنه العقل الباطن عندهم يعطيهم تأثير أنه أنتوا الأقوى أوكي. فبالتالي هم يستطيعون أنهم يتخذون قرارات أكثر أقوى من الناس اللي يعملون في
طوابق تقريبا ثلاث اربع شركات اشتغلت فيهم كان دايما مديرين في الدور الاول وموظفين فوق، فاحنا كنا اقوى يعني. لا بالعكس، انا اللي اعرف ان دايما المدراء فوق والموظفين تحت. هذا انا اللي كمان بعرف. فهو دي طبقا للدراسه ولا دي جت بالحظ ولا عشان ما حدش يطلع لهم؟ احنا الحين عرفنا ايش السبب. موضوعنا لسه مستمره وهنحكي معاكم اكتر في مواضيع مختلفه، بس ما تنسوش السؤال بتاع الحلقه النهارده هو السواقه، اخبار ايه في رمضان، وحابه تحسوا البنات احسن في رمضان ولا الرجاله في السواقه، مين بيسهو اكتر في السواقه، ونتمنى ان ما حدش يسهو خالص. واحنا لسه عندنا مواضيع معاكي تانية يا مها ولا النهارده كده؟ خلاص هذا كل الخلاصه خلاص. خلاص كل الطاقه كل ما لدي الى الان. ولسه عندنا الرياضه، هنتكلم في اخبار كتير النهارده الرياضه، هنتكلم على ماتش بكره ليفربول وريال مدريد نهائي تشامبيونز. كلنا ايه مهم. كلنا محمد صلاح. ايوه برافو برافو. وعندنا كمان مكالمه مفاجاه مع فنان، استنونا بعد البريك هنرجع لكم تاني، ما تنسوش موعدنا شباب. ف يلا بينا. برافو برافو برافو. سعيد. رجعنا لكم مشاهدينا في فقراتنا المتنوعه، دايما بنتكلم على التكنولوجي والرياضه والترندنج والصحه، وعندنا دايما بنحب برضو حاجات الفنانين وبنتكلم على الفنانين ومايا دياب وده. عايزه تقولي ايه عن مايا دياب يا استاذ؟ اليوك اللي انتوا عمالين تتكلموا عليه من اول. طبعا فاجاتنا مايا دياب وفاجات الجمهور صراحه، وانا نفسي تفاجات باللوك الجديد اللي هي عملته، انه هي زي ما احنا شايفين قصت شعرها على الاخر. يعني هي نفسها قالت، علقت على هذه الصوره، انتوا عرفتوني يا جماعه، انا ما عرفت نفسي. انا عادي عرفته. لا انه قصدي انه شيء جديد بالنسبه لا عرفت انه بحس انه صراحه انا عجبني عليها. انا عجبني لا فعلا فعلا. انا احس انه صارت موضه قص الشعر، الكل صار يقص شعره في الفتره الاخيره، وهي دائما يعتبروها ترند ستر. صح. يعني كل ما تسوي لوك دائما نجمات يتبعوه، لانه من قبل من فتحت شعرها يعني وصل اولموست ابيض لون الشعر. أيوة. وجري. كل الفنانات بداوا يفتحون شعرهم، وحتى كان اللوك الويفي الكبير او الطويل. أيوة. فهمنا كانوا يقلدوا والريترو كمان. طبعا معروف عنها انه هي دائما تغير تسريحات شعرها والوانها الجريئه، يعني دائما صراحه هي تسوي الوان فعلاً مره جريئه. يعني فعلا انا جريئه، انا احب ستايلها وحبيت قصه شعرها عليها. طب وانت محمد ما جاك انسبيريشن من مايا دياب تقص شعرها؟ انا اعمل شعري وتشيل البن. انا عايز اقص فعلا وتشيل البن. زهقت خلاص. عماد لسه موضوعنا مكتمل ايه لسه موضوعنا بنكملها. عندنا مباراه بكره ليفربول وريال مدريد، عايز سريعا كده كل واحد فينا يقول بيتوقع النتيجه كام عشان هنعمل على الهوا التوقعات، وبعدين احنا لسه عندنا حلقه بكره هتبقى قبل الماتش، بس انا عايز اشوف اذا كنا مين فينا هيكسب توقع. انا بقول 2-1 ليفربول. البارحه واحد من اصدقائي كان دا يشوف السوشيال ميديا ليفربول ومدريد، فشاف بوست انه التاريخ دا يعيد نفسه، انه ب 1981 من كان الشامبيونز ليج انه همين وصلوا البوست كان انه دا يقارنون انه بهذيك السنه كان الرويال ويدنج همينه بنفس الوقت، والنتيجه مال اكثر من مباراه طلعت نفسها بهاي السنه، فدا يتوقعون اي جاست كانت 1-0 ليفربول. فممكن انا اقول 1-0 1-0 ليفربول. ها طيب بما انه التاريخ عم يعيد نفسه يلا 1-0 انا مع شهنا. لا انا بالنسبه لي لا صراحه ريال مدريد. ايه محمد صلاح ابن العرب. بس هو اول مره يلعب ويا كريستيانو رونالدو. لا لعبوا قبل كده، التقوا قبل كده، بس ما كانش ليفربول وريال مدريد. أوكي. يعني هو التقى مع ريال مدريد في مباراه ثانيه مع تقريبا روما او فيورنتينا، فريق ثاني يعني. لا انا ممكن اغير رايي عشان محمد صلاح. برافو. فكرت الحين رجعت نفسي، رجعي كده عرفتي صارت قويه يعني. وعندنا مواضيع مختلفه ثانيه، بس يعني ليفربول وريال مدريد تقدروا انتوا كمان تبعتوا التوقعات بتاعتكم على السوشيال ميديا، او تكلمونا في التليفون تقولوا لنا رايكم. لو حد متابعنا دلوقتي ومستني المباراه بتاعت بكره بشكل كبير، انا مستنيها يعني مش قادر عامل أكيد. يعني هي البوز اللي بعديها هيكون كاس العالم، فهي المباراه اللي مستنيينها النهارده. وفي كمان على فكره مباراه وديه النهارده غريبه اليوم ما جبت التيكتات مالتك. لا كاس العالم خلاص انا شلتها في البيت. أوكي. في درج مخبيها. نبغى نعرف مكان الدرج. انت مش هتيجي اصلا انت عشان ابعت لك حد مش عايز تروح كاس العالم والسعوديه تبقى هناك. لا ان شاء الله بروح ان شاء الله اكيد 100% انا بروح. انت فاكره ان انا تذاكر سينما خرطه على الهواء.
عندنا كمان عايز احكي لكم على جوجل وقد ايه ناس كتير شفنا الفترة الأخيرة دي الناس بتشتغل بشهادات، بس جوجل كسرت القاعدة، بقى في ناس كتير موجودة في جوجل حوالي 14% مظبوط بيشتغلوا في جوجل بدون أي شهادات. لا في مواهب. الخبر هو موضوع الشهادات صاير يعني تقليدي، لا يعني مش هنقلل من قيمته والله. الشركات يعني خلص ما يهمها موضوع الشهاده، انت عندك المهارات اللي هم يريدوها، مو مهم انت شنو درست في شغلك. الخبره احنا ماشي، بس انا بتكلم على انه ما مش هينفع نكسر النظام بتاع المدرسه والجامعه والدراسه. درسنا في الجامعه شويه حاجات افادتنا في عالم العمل يعني، بس انا في النهايه ممكن لو انا عندي موهبه كويسه جدا انطلق بقى بكورسات معينه، ما اخشش الجامعه اخد شويه كورسات. اي شفنا هوايه امثله انه ناس عظماء يعني مسوين اختراعات كلش كبيره، معظمهم طلعوا من الجامعه او ما كملوا جامعه او حتى مدرسه مكملين. في ناس كانوا فاشلين وتحس انه يعني هم صدق ما كان مكانهم ان هم يكونون بالجامعه، او ما يحبون يكونون بهاي الاجواء، او مثلا هم طريقه دراستهم او معرفتهم للاشياء مو مثل الجامعات والمدارس، فتشوفها مرات تصير ويا الناس. بس انا بحس ان التركيز في الاخبار على الموضوع بتاع اللي هو الفاشل اللي نجح قوي، او بس في حالات. ناس نجحت كتير وكانوا دارسين جامعه وكانوا عاملين. طبعا سالت حالك السؤال، سالت بس قولي لنا ليش. ليش؟ لانه في كتير ناس، نحن مع الاسف وصلنا لمجتمع، نحن لما كنا وصلنا لهذا المجتمع انه إيه ولا دكتور من هارفارد ولا ما بعرف من وين متخرج، بيقيمون الناس حسب الجامعه، بيقيمون الناس بحسب شهادتهم الجامعيه وبحسب عدد درجاتهم، وبينسوا عن الفاشل اللي هو القدرات تبعه ممكن تكون اعلى بكثير من اي دكتور والله متخرج من هارفارد. طب ليش لنحطم من معنويات الناس اللي عندها امكانيات عاليه وكبيره؟ بالعكس انا عندي تقدير جدا كبير لشركه جوجل لهذا الموضوع. بالاحرى كنت امبارح انا وصديق لي ماشيين انا على الطريق على ابو ظبي وقرينا هذا الخبر وكنا عم نتناقش فيه وكنا عم نقول انه هذا شيء صار فعلا جدا تقليدي، وهي الكلمة عن جد طلعت معنا كلمة تقليدي، لأنه هي مجرد شيء يكمل. ما عم نقول إنه هي ما أنا مهمة، ولكن هي مجرد شيء يكمل. صراحة أنا من الناس اللي مستحيل أحكم على أحد من شهادته، إنه يعني ما يهمني هو شنو درس أو شنو سوى، لأنه أكو هواي ناس إحنا دنا ننسى موضوع إنه الجامعات يدرسون الأشياء بشكل عام. يعني أنت حتى دا تتخصصين، مثلاً أنا متخصصة بالصحافة بس دا أدرس هواي أشياء غير الصحافة، فممكن واحد هو اهتماماتك ما موجودة أصلاً بالتخصصات مع الجامعة، فما دا تهم الأشياء إلا بتخصصات معينة. معنا اتصال، مين؟ نقول ألو. أيوة. ألو. ألو. أيوة. مين معانا؟ عمرو وقت. أيوة عمرو. أنا مستهبل بس. ازيك عمرو؟ رمضان كريم، وعامل ايه؟ وكل سنه وانت طيب. كل سنه طيبين وكل حبايبكم يا رب طيبين. عمرو وهبة عشان نعرف مشاهدينا هو البطل في رمضان المره دي، عامل دور. لا انت شفت السوشيال ميديا عامله معاك ايه الصراحه، فبرافو عليك يعني. احكي لنا عمرو بسرعه كده عن الدور في مسلسل كلبش، واحكي لنا عن رمضان اللي فات كنت برضو في مسلسل، وده المسلسل الثاني ليك صح؟ لا يا اساسا كنت عامل برنامج رمضان. اوكي. كنت بتريق على المسلسلات اللي انا السنه دي بمثل فيها. وده كانت النيه بتاعتك انك توصل للمسلسلات؟ انا طول عمري نفسي امثل، فكنت بعمل فيديوز اونلاين علشان ابدا ابان واظهر وكده، والحمد لله السنه دي جالي ترشيح بكلبش، وكانت يعني انا بحبه من فاتت ومتابع للمسلسل. قابلت المخرج في مره في عرض من عرض سيناريو العربي كانت نايت لايف، تسلم عليا وبكلمني تاني يوم قال انا مرشحك في دور، والحمد لله الدور مساحه ظريفه، ولغايه دلوقتي على قد ما هو المفروض ان هو يتكره الناس حبه، فده غريب ما اعرفش ده فشل مني ولا ايه. بس حب الكاركتر يعني الحمد لله، ربنا يكرم بس ويوفق جميعا، لان كل الناس بتلعب في الموسم بتاع رمضان. طبعا انت لسه عندك تصوير تقريبا بكره وبعده لسه. بس الحمد لله المسلسل عليه مشاهدات عاليه، مشاهده عاليه جدا. رمضان انجح مسلسل من حظي ان انا بشتغل معاهم، ومن حسن حظي ان انا بشتغل مع مسلسل اوريدي عنده الفان بيز بتاعته من السنه اللي فاتت. صح. ما هوش مستني ناس تتفرج، فهو السنه دي اصلا الناس داخله عايزه تشوف كلبش الجزء الثاني يبقى ايه، وهو في العادي دايما اي حاجه سيكول اي حاجه بيبقى فيها جزء ثاني وثالث دايما الكواليتي بتقل ممل. او الناس بتلوز انترست،
الحمد لله السنه دي مش حاطط، السنه دي الحمد لله الفيور شيب اعلى كمان من السنه. متواضع انت يا عمرو قوي، متواضع جدا يا عمرو. جدا جدا يعني. عمرو قبل ما ننهي معاك المكالمه الجميله دي، بس عايز اسالك، امير كراره ايده جامده عليك يعني، شفناه في كام مشهد. من اول منجدني كل ما يشوفني يضرب. معلش لازم اضحك كل ما يشوفني يضرب. طب تقول كلمه اخيره كل شويه. ها في ضرب تاني؟ خلاص بقى فيونا يعني. اخر كلمه تقولها للمشاهدين. عمرو مبسوطين باتصالك لينا، فمستنيين منك كده كلمه للمشاهدين. ان شاء الله. انا مبسوط جدا والله ان الحمد لله الفيدباك لغايه دلوقتي ظريف، وكل سنه الناس كلها طيبه وكل الناس ناجحه ان شاء الله، لان كل الناس تعبت. وانت بخير ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. شكرا يا عمرو. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا. طيب ده كان اتصال من الفنان عمرو وهبه اللي بيمثل في مسلسل اسمه كلبش الجزء الثاني، وجميل جدا دوره وحلو وعامل فيه الشيء اللي قاله صدق يعني. ده يصير انه موضوع انه المسلسل من يصير له جزء ثاني، نص الناس بطلوا مهتمين بيه او ما يشوفوه، فالحمد لله انه لاقى نجاح مره ثانيه. مسلسلات صار لها يمكن سنين يعني، باب الحارة مثلا مثلا الحد اللي كنت يعني اكو واي ناس بطلوا يتفرجوا لانه خلاص. بس هو فتح موضوع انا عايز اتكلم فيه بعد ما نطلع فاصل، بعد شويه عندنا فاصل، بس عايز اتكلم فيه. هو موضوع الناس اللي من السوشيال ميديا بقت تمثل يعني، بقى المنتجين والمخرجين بيشوفوا ناس كتير ويبتدوا ينتشلوهم وياخذوهم من المسلسلات. هذه رجعنا الى موضوع ان السوشيال ميديا يساعد كثير انك انت تسوق لنفسك، وانه انت تشتغل من خلالها. ممكن صح. من السوشيال ميديا طلعوا. انت ما تبي تدرسي اللي بعد تتخنوش. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ما تنسوش ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، تقدروا تتواصلوا معنا في سؤال الحلقه، وهو السواقه اخبارها ايه بين الرجاله والستات في رمضان. بنروح الفاصل ونرجع تاني نكمل معاكم مشوارنا في موعدنا شباب. رجعنا لكم مشاهدينا تاني في موعدنا شباب، وبكلم الشباب دايما وبكلم كل الاعمار، بس موضوعنا كلها شبابيه، بنتكلم عن التكنولوجي والصحه والرياضه. فالنهارده طبعا الرياضه، كنا بنتكلم على ليفربول وريال مدريد، مباراه كبيره جدا جدا بقى بكره، مش عارف ليه كنت اقول بعد بكره، بس هي بكره وهنتكلم عليها بكره اكتر. كمان عندنا كلام عن السوشيال ميديا، عشان ده كان الموضوع اللي بنتكلم فيه مع عمرو وهبه الفنان الجميل اللي كلمناه من شويه، وازاي انتقل من السوشيال ميديا للتمثيل. وهو قال انا عملت فيديوهات اظهرت فيها نفسي وتعرفت، ومنتجين كتير كلموني وقدروا يوصلوا لي، ومن هنا بقى كنا عايزين نرغي شويه زي السوشيال ميديا. احنا قلنا انه السوشيال ميديا زي ما قلنا قبل انه هي تفتح ابواب كثيره لاي انسان عنده موهبه، سواء في التمثيل او في الميك اب او في عده مجالات كثيره، ممكن انه الانسان يبين للعالم او للمهتمين نفس المنتجين المخرجين أي أو الشركات حتى، أنه هي تأخذ هذه الموهبة، وبالتالي هو يقدر أنه هو يأخذ فرصته زي ما المفروض أنه هو. حتى لو قاعد مثلا في البيت لو ما كان في سوشيال ميديا، ما أحس يعني في ناس كثيرة كانت راح تنظلم يعني ما راح توصل. طبعا يعني أيام قبل من ما كان أكو سوشيال ميديا كان صعب الواحد يوصل موهبته يعني، كان لازم مثلا يروح برنامج مواهب أو يروح عند المخرج يقول له أنا عندي موهبة أو يثبت له شيء. بس هسه لا، دا يروي الناس او المتابعين مات انه هو عنده موهبه، فالناس المخرج نفسه دا يلقي الممثل اللي هو يريده بالضبط يريد. وبطريقه سهله جدا يعني. بس هي السينما تاثرت بشكل كبير في السينما والدراما يعني، والتلفزيون حتى التلفزيون والاعلام يعني، ناس كتير بقت تيجي من السوشيال ميديا على التلفزيون. طيب انا عايز اسالكم سؤال، انت عندك، استني انطقها صح، نيكتوفيليا؟ مين ده؟ عندك نيكتوفيليا؟ عندك نيكتوفيليا؟ مين ده؟ انا اشرح لنا معنى. لا ارجوك احتاج اعرف. بيقول لك متلازمه او حاجه اللي هي الناس اللي بتحب الليل، الزومبي. الناس اللي بتحب الليل وبتكره النهار. دول بيقولوا ان هم عندهم متلازمه اللي هي اسمها نيكتوفيليا، ودي بشكل كبير بتاثر عليكي، بتخليكي يعني بقدر كبير بتبعدي عن الحياه الصباحيه. فناس كتير موجوده بسبب اعمالها ممكن تكون كده، وفي ناس بتحب اوريدي الحياه الليليه اكتر من الحياه الصباحيه. صح، انا اعرف ناس كتير يحبون الليل اكتر من الصباح. يبقى دول عندهم كده، انا قلنا تقابليهم تقولي لهم على على طول الحين بروح اقول. عايز اتكلم على حاجه تكنولوجيه سريعه قبل بقى ما نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع مواضيع اللي شهناز حلوه قوي، بس عايزين نتكلم على الوان بلس، التليفون اللي عمل شبه ضجة كبيرة. لانه يعني انتوا عارفين مين اللي مسيطر في السوق بشكل كبير، جوجل وسوري ايفون وسامسونج.
هذا هو البراند اسمها وان بلس. وان بلس من جوجل. التليفون جوجل. نازل بنفس خاصيات كتير جدا من الاندرويد بتليفونات الاندرويد بس سعره رخيص. ففي امريكا اول ما طرح كان في طوابير نفس الطوابير اللي بنشوفها قبل ما ينزل الايفون في اي حته بنلاقي طوابير على الستورز. نفس الفكره برضه على التليفون ده كان فيه يعني بشكل كبير طوابير والناس مستنيه ليه لانه عنده 16 او 16 ميجا بكسل الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه برضه فيها فلاش وفيها من 8 ل 12 ميجا بكسل برضه كويسه جدا بالنسبه للناس اللي بتهوى التصوير. الكاميرا الخلفيه 16 والكاميرا الاماميه دايما الاماميه بتبقى اضعف شويه مع ان دي اللي فيها سيلفي كتير يعني بس اي بس يمكن لانه حجمها اصغر بالظبط. بس انا يعني اعتقد لو التليفون لعب اللعبه بتاعت انه يبقى الكاميرا الاماميه ميجا بكسل بتاعتها اكبر ممكن شباب كتير بسبب حب السيلفي يعملوا مبيعات كبير. كمان التليفون فيه خاصيات كتير متنوعه، ظهره ازاز نازل بشكل كده كلاسيك شياكه حلو. في فكره انه طبعا نفس الخدمات الموجوده في الايفون والسامسونج وبيلعب على فكره البروسيسور السريع لانه برضو احنا يعني لو لقينا تليفون بطيء ما فيش حد فينا بيستحمل حتى ولا الاطفال لو مسكوا تليفون ولقوه بطيء بيترمي على طول، لازم تليفون يبقى البروسيسور بتاعه عالي جدا. فهو سعره بسبب ان هو نفس الامكانيات موجوده سعره رخيص هو اللي عامل ضجه زي ما نقول. هذا يعطي يعني في ناس شريحه معينه من الناس ما يقدرون مثلا يدفعون الايفون او سامسونج يقدرون انهم يتوجهون الى هذا النوع الوان بلس من التليفونات. منه الى بقى شهناز وفقراتها النهارده عندنا ثلاث حاجات مهمين او اربع حاجات بس اهم حاجه الاعصار. اول شيء هنحكي بيه هو اعصار ميكونو، المفروض اقول كلمه صح، هو اعصار ضرب جزيره سقطرى باليمن بس هسه ده يوصل للسواحل عمان سلطنه عمان. فده نشوف بهذا الفيديو قد هو اعصار جدا قوي وبسببه صارت هوايه اضرار و مثل ما نقول كارثة يعني دمر هواية بيوت هواية أشياء وأكو ناس يعني صار فقدان للناس أكو 17 أكثر من 17 شخص مفقود من وراء الأعصار وتم إغلاق مطار صلالة بسلطنة عمان لأنه ما يقدرون طبعا يستقبلون الطيارات أو الرحلات تستمر. بس بعض الأخبار تقول أنه شوية دا يوصل للسعودية للحدود اللي بين اليمن وسلطنة عمان بس بدولتنا الإمارات كل المراكز الجوية اللي تقول انه ما راح يوصل يعني ممكن امطار خفيفة مثل ما شفنا اليوم الجو شوية مغيم. كنت اقولك الجو مغيم شوية هل ده بسبب الاعصار يعني سبب الاعصار بس الحمد لله يعني مثل ما دا يقولون انه ما راح يوصلنا بشكل كبير. بس الاضرار يعني ما صار وفيات ما صارت حالة وفيات بس فقدان للناس. ردت اسالكم على موضوع اسامي الاعصار انه دائما يسموها باسامي بنات سبيشلي بالغرب بس مكونو ده اسم بنت مكونو هاي بعد ما تاكدنا منها بس ما اعتقد انه اسم بنيه بس يوجلي عالميا يسموها صح. اسامي بنات فمرات اني احس شيء ضد النساء انه احنا مثل الاعصار يعني عايزين بس ننوه كمان انه لو اي من المواطنين الاماراتيين او مواطنين الدول هناك ياخذوا بالهم وكمان حتى السفاره الاماراتيه بالزبط. حذرت اللي بعمان حذرت المواطنين انه صلالة مكان سياحي اي طبعا فهي يعني تعتبر جزيره اللي صار بها الهاي فيمكن ما بها هواية ناس بس لانه ده يوصل لسلطنه عمان والصلاله فده يحذرون الناس اللي موجودين هناك انه يطلعون اذا يقدرون طبعا لانه مثل ما قلنا المطار اغلق بس هم انا ياخذون الحيطه والحذر. انا شفت كمان الجهات الشرطيه في عمان والسلطنه ماشيه بتنوه بصوت عالي انه اخلاء او يعني زي اخلاء عشان الناس تمشي تروح اماكن مخصصه للايواء وحاله الطوارئ حاله الطوارئ بالضبط. ده كان اول موضوع معاكي موضوع الاعصار. هذا اول موضوع. الموضوع الثاني هو قريب على موضوع التكنولوجيا وجوجل انه صار اكو باحثون يعني لقوا موضوع القرصنه ده يصير هوايه عالميا انه اكو اكثر من نص مليون موجه انترنت ده تسوي هاكينج للراوترز مال الانترنت. فاحنا طبعا معروف كل البيوت انه اكو راوتر مال يوصل السيرفيس او الانترنت فده تصير عليه هاكينج فالناس ده يقدرون هذول الهاكرز او المقرصنين يعني انه ياخذون المعلومات مال الاشخاص اللي بهذا البيت او اللي بده يستعملون هذا الراوتر المعين. فاذا اني مثلا حاطه الواي فاي مالتي على راوتر تسوى له هاك فده يوصلون كل المعلومات الشخصيه مال الناس فطبعا هذا الشيء يهمنا مع انه احنا قلنا موضوع الخصوصيه انه ده تروح لانه حتى الشركات المسؤوله عن تليفوناتنا او عن الراوترز
ممكن يوصلون المعلومات الشخصية. ومعها لازم نفكر الناس بالتحذيرات اللي هي دائما والشركات بنفكر لازم بيها. تعمل هاي التحذيرات او تحط الاحتياطات والحذر تجاه هذا الشيء لانه ممكن يكونوا موجودين باي مكان. انا بتكلم علينا في العموم كمان كمثلا نخش اي مكان نربط نفسنا بالواي فاي بتاعته او كده نخلي بالنا المكان الدنيا تبقى ودائما احنا من تطلع لنا الصفحه مال انه انت تسوي كونكت للواي فاي مرات يكون بيها شروط فاحنا بحياتنا ما قارين هاي الشروط مال انه احنا بس نسوي بس نسوي اكسبت اجري ما نعرف هو جدي يصير يعني هو دا يقدر الراوتر يدخل معلوماتنا الشخصيه او احنا دا نسويه على التليفون. الخبر الاخ انه واتساب صار به خلل بهاليومين انه الناس اللي انت مسوي لهم بلوك او حظر انه انت ما تقدر ما تريد تحكي وياهم او هم ما يحكون وياك الخلل صار انه هم بيسكلي سوا لهم ان بلوك بالخلل فصاروا يقدرون يحكون وياك ينهار ابيض اي احد انت مسوي له بلوك راح يقدر يحكي وياك بسبب الخلل فاللي دا ينصحون بيه انه انت لا تسوي بلوك وتخلي الرقم محفوظ بالتليفون انه امسح الرقم كليا من تليفونك لا تسوي بلوك بدي عايز ارجع اكلم بس هو بما انه خلل يعني ممكن يتصلح انه عادي انت تسويها تسوي بلوك بس تخلي الرقم عندك بس دايما لما بتلاقي بيحصل مشكله مع الواتساب او انستغرام اوبا تلاقي كل العالم بيتكلم عليه واضح ان الناس كلها قاعده على الواتساب والانستغرام دايما الواتساب مرات يعلق يعني ما تقدر تسوي تراسل او تدز مسج لاحد فأكو ناس يسووها إنه بطريقة مضحكة إنه أنا ما حسيت إنه الواتساب خرب لأنه ما حد معبرني أو ما حد يحكي أيوة. بس هي دائما تصير إنه هيك خلل بسيط بس يحلوه بسرعة تلاقي جروبات الفاميلي بيبقى فيها مشاكل ساعات الخلل الدعاء ما وصلش الدعاء موضوعنا لسه مستمرة ودائما بنحكي في المواضيع اللي أنتوا كشباب هتلاقوا نفسكم بتحكوا معانا فيها ولو عايزين تتواصلوا معانا تقدروا تتواصلوا عن طريق أرقام التليفونات الموجودة على الشاشة أو بتظهر لكم على الشاشة. هنطلع بريك ونرجع لكم تاني ندردش أكتر بقى في مواضيع ريم اللي بتكون فيها تريندنج وأخبار جديدة. استنونا يلا بينا. رجعنا لكم في موعدنا شباب ودايما كل يوم هتلاقونا معاكم من الساعه 6:30 للساعه 8 ودايما مواضيع شبابيه ومواضيع كلها ابديتس وكلها جديد وكلها تكنولوجي وكلها صحه وكلها اللي بتقعدوا تحكوا فيها واللي احنا بنقعد نحكي فيها مع اصحابنا احنا كمان بنحكي فيها هنا ونعرف كل الجديد. عندنا تريندينج نيوز مع الاستاذه ريم. يس انا في اخبارك مستنيها كلنا كلها يا عندي انتقادات لحد يا كله مهوشه على هوشات هلا. واليوم عن جد موضوعنا عن احدى الهوشات اللي صرعنا فيها صراحه على السوشيال ميديا مشاكل نوال الكويتيه والفنانه احلام. طبعا انا انتبهت انه الجمهور كان جدا متفاعل مع هذا الموضوع خصوصا الخليجيين لانه كانوا متضايقين من هذا النوع من الخناق لانه هن فنانين كثير كبار بالخليج فهن بيمثلوا الخليج العربي فهن كثير متضايقين كانوا من فكره التهاوش او نزاع كان هو نزاع ما كان نزاع ايوه فعلا انه احنا عرفنا عنه تمت هاي الاخبار كلها عن طريق السوشيال ميديا. وطبعا في برنامج رمضاني كثير حلو اسمه مجموعه انسان للاعلامي علي العلياني وعم بيظهر فيه جميع الاعلاميين جميع الاعلاميين او الناس فنانين. اللي الفنانين اللي عندها مشاكل بالمجتمع وتحديدا المجتمع الخليجي وبظاهر انه هو بيصالح من بيناتهم بيطلع كل العيوب ولكن بالنهايه بيصير في نوع من الصلح. انا باعتقادي هذا برنامج جدا رائع ومختلف من نوعه وبريء وجديد جريء فعلا جريء بس بما انه هو حيوصل لنيه صافيه بالاخر ما في اي نوع من المشاكل. بحس انه هذا الشيء ممكن يوضح للجمهور اكثر شو عم بيصير. فحنان نحن جاهزين نفرجي اول فيديو لاطلاله احلام بالبرنامج جاهزين مو اطلاله احلام قصدي مثل النسيم حطيت أغنية مثل النسيم وغنيتها مع الجمهور حتى بعد الكاستينج في يعني في واحنا نغني في اللايف مسكت الميكروفون وقعدت اغني الاغنيه كنوع يعني انت تغنينها الحين طيب
اكيد إيه. في مايك اعطونا مايك. والله انا مو حظه يعني بس مثل النسيم الساكن اللي مر له غصن وتحرك ذكراك مرتني بصمت وجعل بالي كلام مشتاق لك ولا هدى حالي ولا حالي يسرك طمني انت اشتقت لي لقيتني تسهر تنام. هذه هداء مني لك يا حنين وعتبك على عيني وراسي ومحبتك على عيني وراسي وانتي اختي وكان في بيننا عيش وملح والعيش والملح ما يهون الا على ابن الحرام واحنا اليوم في رمضان وان شاء الله في يوم من الايام اشوفك واحضنك وتعرفين ايش كثر محبتك. انا كثير بحب شفنا الفيديو دلوقتي انا كثير بحب صوتها أحلام. انا احلام انا كثير 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 بحب صوتها هي كانت بتغني دلوقتي للفنانه نوال ايوه كانت عم تغني للفنانه نوال عشان انه تبين انه نيتها من جوا صافيه وانه هي عم بتصالح على نوال وبظاهر بكلماتها فينا نعرف انه هي حابه انها تتصالح معها وبظاهر انه فعلا صار الصلح لانه صار اعتقد الصلح. نوال اتصلت على أحلام في البرنامج نوال اتصلت على أحلام وتم الصلح وقالوا أنه نحن بيناتنا في عيش وملح وما بيصير هذا الشيء يصير ما بيناتنا ونحن كمان نقول أنه هذا الشيء ما بيصير ما بيناتنا معنا الفيديو كمان بتاع تصالح قدوة بعالم الخليج العربي معنا الفيديو بتاع تصالح كمان ايه يعني عنا الفيديو يلا, يلا نشوفه نوال الكويتية معنا على الهاتف أهلا وسهلا بك مساء الخير مساء الخير أم حنين مساء النور يا هلا مساء الخير أم فهد حياك الله يا حبيبتي أم حنين مبارك عليك الشهر تعتادين إن شاء الله السنة وكل حول الله يسلمك يا حبيبتي خلينك بنيتك يا رب وتشوفين برها يا رب العالمين تسلمين تسلمين يبارك لك بعيالك ما أدري شو أقول أنا يعني أنت تعرفيني تعرفين شخصيتي شوية مدودها ما ادري شنو اقول بس ابى اقول لك يعني احنا صحيح بيننا عيش وملح وبيننا عشره حلوه واحنا بشهر فضيل وانت تظلين يعني اخيتي ورب العالمين دائما يقول يعني اللي 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 يتسامح اول هو الاكرم فاليوم انت صرتي اكرم مني واعتذارك على عيني وعلى راسي حبيبتي كبير بالنسبه لي يعني وانت بتظلين اكيد يعني اختي وان شاء الله يجمعنا عمل قريب انا معك انا سعيده بهاي المداخله و عاد بكيتي احلام الحين اي قلت لك انا حتى انا يعني انت وايد غاليه عندي مع السلامه وما بيش تسمعين كلام من هني ومن هني كل اللي ابي اقول لك يعني انا وايد احبك وانا فقدتك وايد وايد فقدتك وانا بعد حبيبتي انا بعد ان شاء الله اشوفك قريب شكرا ام حنين فنانتنا الكبيره في اثاره الخليج نوال الكويتيه ترى هذولهم الكبار صدقيني ام فهد وتستاهلون ومع اني الحقيقه شغلتي ما هي باصلاح ذات البين بس قدر الله علينا عموما بالعكس انا هذا عندي بالدنيا هذا والله للتاريخ والله العظيم شوف علي أكثر شيء أنا لما شفت اللقاء أنا شفته كله طبعاً أنا نوال أحبها يعني حتى حفلاتها تابعها لما شفت اللقاء كنت هذا السؤال اللي وايد ضايقني كنت أبي أقول لك علي ليش حطيت هذا الفيديو ليش ما حطيت لها الفيديو هي بعد سنسيتيف يعني حساسة يعني يمكن لو حطيت لها هاي الكلمة هذا الفيديو اللي أنا غنيت لها كنت ابي اقول لها كانت زعلانه تراك غاليه عندي واعتبرها نوع من انواع الـ يعني الـ المصالحه لما شفت الفيديو تضايقت قلت انا علي احبه وانا قلت لك قبل اللقاء اني زعلانه وكنت ما ابغي اطلع اللقاء لانه هي غاليه عندي
نوال وايد غالي عندي. طبعا الجميل في البرنامج كمان الفنان الاعلامي علي العلايلي, يعني انه العلياني اسف, انه المبادره حلوه والصلح وكلام, مبادره جدا حلوه, وكلمات نوال الكويتيه كانت عن جد مؤثرة. كلمات مؤثره. نحن عندنا بالسوري بنقول بفوت بالعظم انه اللي بادي بالصلح هو الاكرم, وقالت لها انه انت اكثر اكرم مني بمليون مره لانك انت اجيتي بادرتي بالصلح. فهذا كلام كمان صار على الهواء, فأنا برأيي هذا كلام كان كتير كتير حلو, ومن يعني هيك من البوادر الحلوة ومن القصص الحلوة اللي نسمعها برمضان, المصالحات اللي ممكن تصير. يعني هاي ممكن فينا نقول من الفنانين أو الإعلاميين فينا نتعلم درس إنه نحنا ما نضل حاملين بقلبنا بقدر الإمكان, والبادي بالصلح أكرم مثل ما قالت نوال الكويتي. عندنا ترندنج تاني, عندك أخبار ترندنج كتير؟ أي عندي خبر تاني لفاليري أبو شقرة. نحن بنعرف انه فاليري ابو شقره هي ملكة جمال لبنان 2016 اذا ما الله كذبني. فاليري ابو شقره هي اول مره بتطلع بمسلسل, والحلو انه هي طالعه, ما انا طالعه باي مسلسل, طالعه بمسلسل يعني كثير كبير, مسلسل الهيبه, فمع فنانين كثير كبار يعني من تايم حسن وجر. فانا برايي هي كبدايه قويه جدا لها. طبعا انا من محبين جمالها, محبين جمالها جميله ما شاء الله, يعني انا بلاقيها من عن جد من اجمل النساء اللي موجوده على او من اجمل نساء لبنان. فعلا ممكن تكون بدايه رحلتها الفنيه, لانه مثل نادين نجيم, نادين نجيم هم كانت ملكه جمال لبنان, ملكه جمال, وبلشت بالتمثيل اظن, اي وبعدين صارت بادرت بالتمثيل. يعني السوشيال ميديا او ملكه جمال لبنان؟ لا, هي ملكه جمال لبنان, بلشت تتروج على السوشيال ميديا وقبل برنامج الهيبه, بس قبل برنامج بدل مسلسل الهيبه عرضت برنامج, كانت هي الهوست تبع بروجكت رانوي. بروجكت رانوي كان كتير عليه تعليقات سلبية عليها هي كمقدمة برنامج أو الهوست لهذا البرنامج. شفنا كتير تعليقات سلبية إنه ما لبقلها, بس لحد هلأ عم نشوف شغلات إيجابية على التمثيل. أنا حبيتها أكثر بالتمثيل صراحة, بس بتبقى صراع صعب قوي لما تنتقل من ملكة جمال للتمثيل, بتحط عليها سبوت كبير, هل هتقدر تمثل ولا لأ؟ وزي أي حد هيكون في السوشيال ميديا نفس الفكرة كلها, لو اشتهر على السوشيال ميديا أنه بيعمل فيديوهات مضحكة, ولا اشتهر أنه بيعمل فيديوهات عن أي شيء مثلا بيقدمه على السوشيال ميديا, وهوبا يتطلق إلى السينما. بس عادة أنه ملكات الجمال أنه ماكو شيء محدد هم دا يسووه بعد الفوز بهذا اللقب, يعني عندهم أشياء خيرية أو يروحوا خيرية أو سياسية أو سياسية. بس أكيد هي عندها موهبة عشان كده راح لا, لأنه دائما تجيهم عروض ورا ما يفوزون بهذا اللقب, تجي أكيد. العروض تجي عليهم كتقديم برامج أو تمثيل, فدائما نشوف هذا الشيء يتكرر. عندنا لسه أخبار كتير ومواضيع كتير, هنطلع بريك سريع ونرجع لكم تاني في موعدنا. شباب بفكركم أرقام التليفونات موجودة على الشاشة, تقدروا تواصلوا معنا في سؤال حلقتنا أو تقدروا تواصلوا معنا في أي من المواضيع اللي بنطرحها النهاردة. فيلا بينا. رجعنا لكم تاني, موعدنا شباب. دايما بيبقى فيه بنفصل كده من الاخبار والمواضيع والترندنج والصحة والتكنولوجي وكل اللي بنتكلم فيه بمواضيعنا اليومية, بس بنحب نلعب لعبة بدون كلام, ودي معادها دلوقتي. اليوم تغير الفريق. تغير الفريق, انا ومها دلوقتي. ان شاء الله عارفين افلام مصري كتير فنكسبكم ان شاء الله. تبتدوا انتوا ولا ابتدي احنا؟ ابتدوا انتوا. مش معنى كل مرة ابتدي انا, لازم كده من ده خوف. سهل حالي ارجوك, سهل حالي. ماشي. هو سهل قوي بس عايز منك انت سرعة بديهة يعني. يعني حاول انك فيلم ثلاث كلمات, الثانية جوه جوه داخل في حط. في اوكي, الاولى مجنون اهبل. انا جس عرفته شو هو, طلع فيني مريض نفسي. لا غبي في جمع. لا غبي في الثالثة
غبي فيه. فيه. اوكي. فيه الكلمة الثالثة. اوكي. كلمتين؟ اثنين. ها. يا ربي. الثانية. ثلاث كلمات. خلص الوقت ولسه. غبي فيه. ها. غبي. الكلمة الثالثة فيه. الكلمة الثانية. اوكي شكرا. اوكي ثانية. انت انا عادي اني اقول عرفتيني ايش ايش شو الفيلم في جوا غبي تبع الفوركات ما خلص الوقت غبي منه فيه غبي منه فيه يا الله خسرنا وبعدين انت من متى تعرفين افلام مصريه لا انا كلش احب المصريه ما شاء الله ما شاء الله تفضلوا طيب خسروا طب انا اذا خسرنا حزعل لانه لو كنت مكانها عرفتها طيب مسلسل مسلسل كلمه واحده يا حبيبي مصري؟ لا سوري؟ سوري كملي كملي سوري؟ أردني؟ مش مهم الجنسية شامي whatever قوي؟ هيبة برافو لا 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 كمان 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 يعني مرة سهل ماشي حنان لا ماشي يعني مرة سهل لا والله هذا ظلم يعني اسكتي انت خلاص لا هذا ظلم فيلم كان سهل جدا ذات واز ذات واز قلت لك سوري كيف لا لا يعني الهيبه دي ما خدتش لا كلمه واحده والهيبه يعني والحين وكل شيء يعني ومعروف والحين ورمضان الصراحه لا انا عصبت لا بس انت النهارده برافو عرفتي الفيلمين او الفيلم والمسلسل انت اللي جبتيه انا كل واحد انديفيدوال والبوينتس انا يعني 3-1 من رايي ندخل الاحتراف في البرنامج فشايناز تلعب معايا الفتره الجايه ونقدر نكمل بدون كلام هي لعبه جميله جدا تقدر تلعبوها في اي حته لو الناس مش عارفينها ولا بتمثل فيها اسم فيلم وتقدر يعني تقعدوا تتسابقوا يعني احنا عايزين نتكلم النهارده على كل اللي عملناه ونرجع كده ندردش شويه في ريكاب الراب اب تكلمنا على التكنولوجيا على الموبايل الجديد وان بلس وتكلمنا كمان عن ان جوجل ما بتعينش ناس كتير ذو مؤهلات وشهادات تكلمنا على السوشيال ميديا وازاي الناس منها ممكن تنطلق الى عالم السينما تكلمنا عن ايه تاني فكروني الاعصار الاعصار تريندنج حلقه او قصه الحلقه دي بتليق على رجاله اكتر مايا دياب اتكلمنا على مايا دياب واتكلمنا على الفنانه احلام والفنانه نوال واللي حصل ما بينهم كانت تريندنج قوي هو الموضوع منتشر طبعا دلوقتي طبعا انا توقعت انه هذا البرنامج يجيب الشخصين اللي بينهم خصام لا بس هو مو برنامج هو قال هو مو برنامج لحل النزاع او الصلح هو برنامج يجيب الضيف يستضيف الشخص و يتكلم معاه عادي مش برنامج لانه اكو مصر. فكره مثل هاي اللي هسه قلتها انه يجيب اثنين متخاصمين مسامح كريم مال كريم لا بس هذه فكره ثانيه بس هذا حلو لانه يجيب يعني مو شرط يكونون مشاهير بس انه افراد العائله اللي اكو خصام يصالحهم عندنا برامج كتير كمان في قناه الان تقدر تتابعوها مختلفه في العاب وفي برامج مسابقات وفي برامج كمان حلوه قوي بتاعت الصدمه موجود وفي في برامج مختلفه على قناه الان تقدر تتابعوها دايما تقدر تتابعوا مواعيدنا شباب كل يوم هتلاقونا كل الجديد اتكلمنا على ليفربول وريال مدريد حماس واخدني في الرغي على الموضوع ده قوي يعني لقيت مكان تشوفها بيه طبعا طبعا جاهز حجزت وكله تمام محجوزه من قبل شهر تقريبا يعني ده غير انه عارفه هو الفكره كلها انه جاي في ميعاد سحور فهيبقى فرصه حلو. يوم سبت واجازه والواحد بس اكو ناس انا استغرب منهم ما يحبون يشوفون هاي المباريات بالبيت ما يحب اللمة او صح بس انا احس في مباريات اللي تتفرجي عليها في البيت اللي هي المباراه اللي انت يعني المباراه دي انت مستنيه تشوفي الكره في الشبكه مش مستنيه تشوفي مهارات ولا لانه مثلا محمد صلاح انا بتمنى بكره اشوفه بيجيب جون يعني ده بالنسبه لي خلاص لكن فنيات بقى وكده تحسي ان دي اكتر الدوري الانجليزي تقعدي بقى تتفرجي عليه كل يوم سبت وحد كده تشوفي لوحدك في البيت او معاكي مثلا بس هاي الحماس والنتيجه مهمه بالظبط يعني ماتشات كاس العالم ماتشات مصر اتفرج مع ناس
غير ماتشات مصر مش عايز اتفرج مع ناس، عايز اتفرج لوحدي. وفي ناس ما بتحب تحضرها برا لانه ناس بينفعلوا كتير، ممكن انفعالهم يزعج غيرهم كتير. واحنا كبنات يعني انا احب اشوف مباريات ويا اصدقائي اشوف انه ناس متحمسين لهاي الرياضه بهذا الشكل، كلش حلو يعني الجو العام حق المباريات والجمعه والكافيهات واكل وحماس وأكل. أهم شيء أكل. الأكل هذا مرة يحمس. هو بيبقى سناكس، الأكل دي هتبقى صعبة، ما فيش وقت أكل وأتفرج فبتبقى حلوة. لا أنا ما عندي مشكلة أكل وأتفرج. عامة مشاهدينا ده سؤالنا برضو للحلقة، وهيبقى سؤالنا بكرة، بتحب تتفرج على الماتشات جوه البيت ولا بره في مكان مع أصدقائك وتشوف وتتابع ويبقى فيه زحمة ودوشة بأجواء دي أحلى؟ أنا الصراحة يعني الاثنين بالنسبة لي حلوين على حسب الماتش. في ماتشات زي ما أقول لك، في ماتش اللي بتحضريه في الاستاد، الاستاد ده يعني 60% مش هتتابع المباراه اصلا طبعا، اللي جنبك بيزعق واللي قدامك بيوقف بس هي الاستاد حضوره او اجمل حاجه فيه لما اللحظه اللي بتخش فيها الكره جول، تلاقي بقى اللي فوق وقع واللي تحت جري وتحس اجواء حماسيه حلوه صراحه. وطبعا بتبقى بايخه قوي، بتبقى لحظات حزن بقى ويجي فيكي هدف. انا حضرت اصلي كم مباراه كده كان خسر فيهم فريق مثلا الاهلي مثلا، تبقى لحظة مش محزنة، لا يعني انا بجد بقى عايز الارض تشق وتباعني. ففي اللحظة دي انا مش عمرك عيطت في مباراة ما وصلتش للدرجة دي يعني، كنت اكتر تفاهم من صحابي يعني، صحابي كانوا بيعيطوا لا 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 افتكرت مباراة مصر، لا مصر والجزائر اللي هي كانت في نهائي كاس تصفيات كاس العالم 2010، كان فرصة الوصول لاتنين متساوية في ماتش مباراة السودان المشهورة يعني وشهيرة جدا، وما الجزائر كسبت طبعا انطلقوا وابدعوا في كاس العالم، بس ساعتها كانت الواحد فعلا كان خلاص بقى العالم. فدي كانت قاسيه الواحد ما قدرش يعني فعلا كانوا مبدعين بكاس العالم واللي بعده كمان لعبوا كويس جدا وابدعوا يعني. اتمنى انه نشوف دايما فرق عربيه كتير في كاس العالم لانه أكيد. اربعه لا ده انا عايز خمسه وسته كمان يبقوا موجودين. هنطلع بريك ونرجع مع السكتش بقى بتاع الفيديو اللي كل يوم بنشوفه قصه جديده، فتابعونا يلا بينا. مكملين معك وحدنا شباب طبعا اللي يقعد مع الثلاثة دول يعني الضحك بس بصراحة الثلاثة يعني احنا لازم نعمل فيلم كوميدي احنا نعمل سكتش كوميدي مرة احنا اللي نمثله كده رايق قصته. طبعا كل اللي عايز يتصل بينا يكلمنا لو لقى تليفون مشغول او يعني يعود الاتصال مرة اخرى على الارقام اللي ظاهرة على الشاشة، بس احنا دلوقتي هنروح للسكتش. وقبله عايز اقول حاجه انه يامن طلع ما بيتفرجش على كوره، بيتفرج على مصارعه، بيقول انا بتفرج على كوره ولا في البيت ولا بره، بتفرج على مصارعه. يامن هو المصور عشان بس تفهموا بتكلم على مين. طيب السكتش جاهز؟ جاهز، يلا بينا نتفرج على السكتش ونرجع لكم. يلا بينا. خليل يا خليل ما بلاش من هالليله دي يا خليل، بالله عليك يا خليل هتفضل خواف كده لغايه امتى يا انا مش خواف يا خليل انا جبان بس. الله ما تسترجل قال وانشف شويه يعني اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه يا عم، خليك معايا وانا هعمل كل حاجه. يا خليل هنتمسك وهنتسجن، هيطلع عين اهالينا يا خليل. يا ابني مش هنتسجن يا ابني، ياض افهم ياض، احنا غلابه ده قولون يا متخلف. ما هو باين احنا غلابه يا ابني، بندور على اللقمه، عايزين نقفش الأكلة دي ناكلها ببقنا. وقف الباب مسكنا. ما تخافش. لا خاف. بدل انت خوف كده يا أخي، جيت معالي من الأول. أنا جعان. هأكلك أكلة حلوة، بس أقسم بالله لو كلمت كلمة زيادة هأكلك علقة موت. الحمد لله تمام. هي دلوقتي في المستشفى، أنا كنت معها اليوم كله، بس روحت البيت كده أغير هدومي وأخد حاجة ونزل لها على طول. والله علي مش عارف اقول لك ايه، تعبك معايا على طول، ربنا يبارك لك. حاضر، سلام. ولا ايه
الفرصه جت يا ابن اللذينه. هي الفرصه مرعبه قوي كده بتنور. يا غبي انت غبي ليه؟ عارف لو مديت ايدك عليا تاني هعمل فيك ايه؟ هزعلك يا خليل. وانا نفسي ازعل. انت حبيبي يا خليل، انا ما ارضنيش ازعلك. انت حبيبي. طب يلا بينا. يلا بينا في ايه؟ شفت الراجل اللي دور العربيه ده؟ انا فهمتك. يلا يا لا الله توقع نفسك. ابا 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 شايف اللي انت شايفه؟ ايه اللي انت شايفه؟ البلكونه دي معموله عموله. معموله عموله؟ معموله عموله. قصدك تقول ان هي مفتوحه يا لطخ؟ لا ما خدتش بالي، انا خدت بالي ان هي معموله عموله، اصل انا عارف الصنايعي اللي عاملها. عارف الصنايعي اللي عاملها؟ انت هتموتني. يلا قبل ما الصنايعي بقى صاحب الشقه يجي. طب 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 ماشي. بص عشان بحب اطلع من على اليمين. يلا بص. بقول لك يا خليل، انت تعرف الكلاب دي؟ طب سكتهم عشان بخاف منهم. بقول لك يا خليل، ايه اجيب لك حتتين جبنه رومي من السوبر؟ لا خرب بيتك، اطلع بقى اطلع بقى تفضح امنا يا اخي بقى. يا حبيبي مروان ملاك نايم. مروان اصحى، احنا وصلنا. مروان قوم قوم يا ابني. قوم يا عم، انت جاي تنام يا خليل؟ ما انا نايم قاعد ساكت اهو يا عم. وضحايا انت غاوي مشاكل. نايم قاعد ساكت؟ ايوه يا عم، ما انا نايم قاعد ساكت اهو يا عم خليل. على اساس ان انا اخد لك يومين في الهيلتون؟ ما تقوم يا عم، قوم يا عم دور معايا. يا عم ما فيش غير دولاب واحد وانت واقف وانا قاعد، يبقى انت اللي هتدور فيه. لا في كومودينو يا اخويا، هو قوم دور فيه برضو معايا. دي جزامه. لا قوم، ده كومودينو، دور وانا هدور في الدولاب ده. هدور اهو يا عم. فتش اخويا فتش. ما انا بفتش اهو يا عم، مش لاقي حاجه يا عم. هو ايه ده؟ انا مش فاهم في ايه. انا مش لاقي اي حاجه هنا. احسن برضو. بتقول ايه يا ابني؟ بقول لك يعني يا رب تلاقي كل الحاجات. بقول لك ايه؟ عشان انا هموت بدري منك. انا هحطك في مكانك اللي يعني اللي عمرك ما تتخيله. خش المطبخ واسرق اللي انت عايزه يابا. ماشي، بس تدور بذمه. هدور بذمه طبعا. تدور بذمه بقى المره دي. انت عارف يا خليل، انا لما اخش المطبخ انا واثق ان اصحاب البيت دول حاطين كل الممتلكات بتاعتهم في المطبخ. ما انا عارف يعني. عشان انت شكلك حرامي مطابخ. لا لا يلا نعمل كده. وانا هدور. طب استنى عشان انا هدور بقى على اي خزمه. خزمه؟ خزنه يا عم. خزنه مخمطة. ما لجمت بقي. انا اسف. هسرقها. ماشي اوكي، اعمل كده بسرعه. طيب يلا كده. خش انت المطبخ وانا هجيلك على طول. لا لا ما تتاخرش يا خليل. طيب بسرعه. حاضر. مطبخ واكل. يا لهوي، وايه ده؟ حبيت البركه دي ولا حلوه؟ ناكلها ناكلها. ايوه. انت بتحب بايه كمان؟ ايه اطلع بره في الثلاجه. تمام، افتحها هتلاقي على الرف ثالث رف على اليمين حتتين جبنه رومي. هاتهم، هعمل لك اكله اقسم بالله انا ما اكلتها. ما اعرفش ايه الحبه ده. جبنه رومي؟ انا معايا يوتوبيا بقى دكتور الشيف احمد خالد توفيق. جبنه رومي ايه ويوتوبيا؟ انت فار يا ابني. يا عم انت عايز ايه؟ خلينا ناكل يا عم. واحنا جايين عشان ناكل يا عم. انا جاي عشان ناكل. لا يا عم مش جايين عشان ناكل، احنا جايين عشان نسرق. وبعدين يلا عشان الوقت اتاخر، عايزين نمشي. إيه؟ خلي بالك انت هتودينا في داهيه. لا مش والله. هو في ايه؟ ايه الصوت ده؟ انت سمعت اللي انا سمعته؟ وانا عملت خدت بالي ان انا في ايه؟ محتار وارهاق جامد والله. ماما محتاجه اكياس دم كتير والفصيله بتاعتها مش متوفره. حتى رحت سالت في بنك الدم مش لاقي الفصيله بتاعتها اي بي بلس. فلسه محتاجه اشوف حد بكره يتبرع لنا بالدم. انا الفصيله بتاعتي نفس فصيلتها، بس الدكتور منعنا اتبرع عشان السكر عندي زي ما انت عارف. فربنا يستر ولا حد بكره يتبرع لها ان محتاجه الدم ده بكره قوي. تعالى بقى ايه ناكل على ما هو يخلص. اقول لك ايه، مفاتيح عربيته وموبايله بره. انت قصدك ايه بالكلام ده يا خليل؟ ايه اللي قصدي ايه؟ يعني ايه قصدك؟ هنسرق مفتاح عربيته وموبايله. عربيته ايه؟ سريعا كده رجعنا لكم بعد ما اتفرجنا على الجزء الاول من السكتش او من الفيديو. الفكره كلها انه عامل زي فيلم غبي منه فيه شويه الاثنين الحراميه دول. هي ما اعرفش شفتيش الفيلم اصلا، بس فاكره انت الفيلم كان طلعت زكريا وهاني رمزي، وكان برضو هاني طلع بدور الغبي، فهو الحرامي الثاني طلع بدور الغبي. لسه ما استوضحناش قوي الفكره، بس انا اللي حاسه لو يعني ان هم هيتعاطفوا مع الراجل اللي بيسأل كدا على الدم او تعرف لما يكون الحرامي عنده مبدا. احس هذا الحرامي كده عنده. طيب مبدأ. الجزء الثاني جاهز؟ يلا نلعب الجزء الثاني بقى ونشوف اللي هيحصل في بيت الفكر. يلا بينا يلا بينا. انتوا بقيتوا تقولوا اكتر مني. ايه
ايه؟ بتفهم من ايه؟ ايه اللي بفهم من ايه؟ يا حبيبي الراجل ده، الراجل ده امه تعبانه وفي المستشفى. يا عمو احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ مالنا يا انت يا ابني مش بتتعس؟ انت مش بتتعس؟ الشاب اللي بره ده عنده السكر وامه مريضه وهو بيساعدها، وانا وانت بسم الله ما شاء الله علينا شايف عضلاتنا عامله ازاي؟ شايف يا حبيبي؟ شايف انا وانت عضلاتنا عامله ازاي؟ ده احنا نهد جبل. انا نهد جبل بدراعاتك دي؟ انت مش شايف؟ انت ما تتعس يا ابني. يلا يا ابني نقوم نمشي وخلاص. طب واحنا في حاجه غير اللي احنا كنا هنعملها دي ما عملناهاش؟ خلاص بقى خليل مش هينفع نمشي، وكويس انها جت لحد كده وكويس. بقول لك ايه يا عم، بقول لك ايه، عايزنا نمشي؟ اه يلا نمشي. يلا عم. بس انا مش همشي غير لما اسرع. عايز تبقى معايا؟ عايز مش عايز انت حر. مفيش الكلام ده يا عم. لا في، قلت لك مش هتعمل كده يا خليل. ابعد عني. طب تضربني يا خليل؟ توقعني على الارض عشان تسرق في الاخر؟ اعمل اللي انت عايزه يا صاحبي، اللي انت شايفه صح اعمله، هي دي اخرتها يعني. ماشي. قوم يا صاحبي، قوم يلا بينا نمشي. هنمشي؟ اه بجد؟ اه بجد. طب يلا بينا، يلا بينا. استاذ حسين، ازي حضرتك؟ استاذ حسين انا بحب حضرتك جدا، عامل ايه؟ انتوا مين؟ انا خليل. وانا مروان صاحب خليل. ايوه. اي خدمه؟ قول له بقى تحفه، عايزك تحفه. انا جاي لك بسبب موضوع انساني جدا، وهو يخص والده حضرتك، وطبعا عرفت ان هي مصابه ومحتاجه تبرع بالدم، وبما ان فصيله دمي زي فصيله دم والده حضرتك فقلت اجي اتبرع بالدم. والله يا اخي ربنا يكرمك. وانا بقى فصيلتي مختلفه خالص. انا بحكها. انت بتحكها؟ انا بحكها. انا بقى فصيلتي مختلفه خالص عن فصيله الحاجه، بس ممكن اتبرع لها وبالمره استبدل العين بعينتها. كويس والله، والله كويس. الا بالحق صح، انتوا عرفتوا منين؟ باب اللوق على طول. ايه بالليل؟ إيه؟ نعم. يوم من على الفيسبوك عرفنا، من على الفيسبوك. اه من على الفيسبوك. كويس برضو ان انت عرفت العنوان. لا 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 ليه اسال بيتوش؟ ليه اسال بيتوش؟ قال لا انا بس عايز اقول لك حاجه مهمه. اتفضل. انت نسيت تغسل الباي اللي اكلت فيها امبارح. يا نصيبت السودا. ايه في انت عرفت؟ اه سبتك يا عم تاكل كمان. انت راجل كريم جدا والله. يلا طب يلا بينا بقى الحاج. نلحق الحاج. الحاج انا ادورها لك بنفسي والله. والله ادورها لك. يلا بينا بقى. يلا نلحق الحاج. سكتش النهارده دمه خفيف، في شويه كوميديا. الولد الرفيع ده مثل برده كان امبارح، مش فاكر كان امبارح ولا اول امبارح، ودمه خفيف يعني، واضح انه في حته كده بيحاول يقلد عادل امام بس ظريف يعني يجي منه يعني. شفتي اثر عليه صاحبه ازاي ما خلوش يسرق؟ شفتي هذا قلبه طيب حرامي. لو اصدقاء احنا الاثنين الموضوع نروح في داهيه. شلون؟ طيب موضوع الصديق الطيب اللي ممكن يدعو صديقه الى كده او كده، انا اقول الاصدقاء لازم يعني دائما يشوفون واحد يشوف مصلحه الثاني، انه اذا ده يسوي شيء غلط دائما ينطي نصيحه، بس اكو منهم اللي كنوع من انواع الجنون انهم ما يسوون شيء غلط سوا، بس طبعا ما يكون شيء اكسترا او اكستريم. بس دائما الصديق يحب انه من يصير بورطة أو أحد يكشفه بفتشي، يفضل أنه صديقه يكون وياه، فيحس أنه العقوبة أخف أو أنه ما يحس بالذنب أكثر. صح، هاي تصير بالمدارس يعني. من بلاي ستيشن في وقت الامتحانات تصير مثلا تصير مشكلة. تعال نلعب مع بعض. أو يروحون المكتب مع المديرة مثلا. إذا ويا صديقتي خلاص عادي. المفروض أن الدنيا هتمشي كده. مش أصل حاجة. انت مها عمرك تبرعتي يا ريم؟ تبرعتي بالدم؟ انا ما فيني اتبرع بالدم. انا اذا بشوف الدم ممكن دوخه وقع. بس دائما بنصح العالم انها تتبرع بالدم. بس احنا مثلا بس انا فصيلتي بتعطي. ايه؟ صرت فصيله الدم انا فصيلتي. ايه؟ بتعطي كلها. بس يا ريت بتمنى. بس انا اساسا يعني الابره اذا بشوفها ممكن دوخه. اوكي. لا انا ما اخاف، بس بالشله مات يعني اصدقائنا اكو منا انه حافظين كل واحد شنو زمره الدم الثاني، فنعرف انه مثلا انا اقدر انطي اي احد بس مو اي احد ينطيني. فنعرف انه مثلا اكو وحده من صديقاتي تقدر تنطيني دم، فنقول انه بحاله طوارئ انه هاي اللي تطي شهناز دم. كويس والله ان عادتكم مثمره جدا. بعيد الشر عنك باي حاجه طبعا. اوكي. نعم. عندك دم؟ نعم. نعم. عندك دم؟ عندك دم؟ الحمد لله. يقولون والله انا ما ادري بس يقولون. فصيله ايه ده؟ انا؟ اه
مش ولا ما تعرف. لا لا بي 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 ده اللي بيعطي وما بياخدش. لا 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 بس نفس الفصيله بس نفس الفصيله بس نفس الفصيله يعطي وياخد من نفس لكن ما يديش حد تاني. الاو بس الوحيد انت الاو اسمها الفئه او الكريمه اللي هي تعطي الكل بس ما تاخذ الاو الا من نفسها. او بلس وماينس الاثنين بيعملوا دي انا بقى انا او برضه بس مش فاكر بلس ولا ماينس. بوزيتيف او انطي الناس بس اخذ تقريبا انا زي حضرتك كده. اهلا وسهلا يا ريت نمر التليفونات عشان لو حصل حاجه. راب اب سريع بقى اللي كان بيدور في الحلقه النهارده. اتكلمنا على التكنولوجي واتكلمنا على تريندنج وماتش الكوره واستعدادات الفرق لنهائي بكره بين ليفربول وريال مدريد. وكمان في تريندنج نيوز عرفنا صالحه الفنانه احلام والفنانه نوال. وكمان اتكلمنا عن قصه مايا دياب الجديده وتكلمنا عن السوشيال ميديا وتكلمنا عن ايه تاني انا دايما انسى سؤال الحلقه. الهاريكين كمان اللي صار الاعصار اللي صار تنسى الاعصار. لا مش عارف يعني اتمنى انه ما يحصلش اي حاجه ويتنسي ويجي ويزيح على طول من غير ما نحس بيه. ان شاء الله. انه بس النهارده تقريبا في دوله الامارات الحبيبه في مطره بالليل يعني كنت لسه بشوف الجو وهيبقى في مطره قويه ان شاء الله. ان شاء الله اشتقنا للمطر صراحه. هالسنه ما شفنا كثير مطر بدبي. دائما نعاني من الجفاف. انا بتلخبط في اجواء اللي هي مطره وصيام وحر وبتلخبط بحس هي دائما الدنيا في مدينه دبي يعني من تصير مثلا الجو غيوم او مطر تشوف الجو غريب انه فجاه مطر بعدين يصير هواء بارد بعدين هواء حار بعدين يوقف الهواء فالواحد ما يعرف شيء يلبس وشيء يسوي. كان في صوره انتشرت على السوشيال ميديا لما بيبقى في الاجواء برد في العالم كله انه كيف شكل الامارات ودبي في لو الاجواء تلج ايه زي لو اللون ابيض. الصوره دي بجد هي فوتوشوب طبعا بس انا فعلا يعني مش عايز اقول قد ايه هيبقى منظر حلو لو برج خليفه وال ثلج كله تلج الشيخ زايد والمناطق كلها يبقى لونها ابيض لان كتير المنظر ده بيبقى حلو كده ليه بس طبعا لما بيقعد كتير بيبقى وحش. لا اكيد يعني تلج لمده اسبوع اسبوعين أي يعني الناس اللي عايشين مثلا بكندا دائما برد خلاص يعني صار عندهم فوبيا من البرد ما يقدرون يسوون شيء يعني شمال اوروبا وكندا وامريكا لان الشمس شويه تخلي الواحد بطاقه. انا من الناس اللي احب الشمس يعني ابدا اذا سافرت اي مكان بارد او ما في شمس احس بالكآبه مثل ما قلنا على موضوع يعني. أنا الناس اللي يحبون الظلام بالظبط. انا عكس الناس اللي يحبون الظلام. انت تحب الشمس؟ احب الشمس. هنشوف المتلازمة بتاعتك. لازم يكون لها لا متهيألي ملهاش بس هي فكرة التلج فعلا يعني فرحته يعني انتوا سافرتوا اكيد وشفتوا منظر التلج في اي من البلدان يعني بس بتحس ان ليه فرحة بس بعد كم يوم كده انه يومين اخر فرحته يومين فرحته يومين خلاص وعملتي لعبتي بالتلج ولعبت وكان ناقص 30 وقشروا ايدي وكل شيء بس يومين وبكندا 30 اوكي. لا انا اكبر درجه حراره او اكتر يعني كانت ماينس 18 ماينس 30 صعبه دي صعبه من جد صعبه. انا خلي بالك لازم تخبي ودانك وتاخدي الاحتياطات كلها لانه كل شيء حتى الوجه لازم تخبيه. الحته دي ضعيفه جدا بستغرب بس قد ما بكندا متعودين على الجو بستغرب بالصراحه بالختياره اللي بتكون لابسه عادي بس انه وان كوت طلع ايديا ووجهي وعم بدخن هم تعودوا وانا ايدي ما بعرف وين بدي اخبيها حتى ما كنت استرجي طلع ايدي من جيبتي لدق الجرس لاخوي يفتح لي. كنت زايره عند خيي بكندا وكانت طبعا يعني على اساس اسبوعين رحت اسبوع ورجعت ما قدرت كانت كآبة تبي لابسه جوانتي مش عارفه تعملي الموبايل بس اخترعوا وحده اخترعوا يعني مثلا يعني الاجواء البارد ساعات ناس كتير في ناس على فكره بتحب الشتاء وفي ناس بتحب الصيف ودايما بتلاقي الصراع ده على السوشيال ميديا يعني تلاقي وقت الصيف اللي بيحبوا الصيف انتوا فين يعني احنا مثلا اللي هنا يحبون البرد بس بنفس الوقت احب البرد اللي وياه شمس أي. يعني يكون جو بارد بس اكو شمس هذا كلش حلو. ومثل ما قلنا على موضوع الظلام يعني اكو مدارس عندهم دوام مسائي فما اعرف شلون طالب بده يروح يدرس بالليل يعني هي المدرسه فكرتها انه واحد يقعد من الصبح يشوف الشمس الجو حلو بعدين يروح يدرس ويخلص. بس بتحبوا لبس الصيف اكتر ولا لبس الشتاء؟ اللبس على الشتاء الشتاء كذا تحس جاكيتات واشياء بس الجو طبعا انا احب الصيف. الشتاء يعني لو يعني من جد من جد انا بالصيف اكون بردانه ما اعرف بس انا حتى ما احب التكييف يعني اكره البرد.
حلقتنا النهاردة كانت مميزة وكان فيها أكتر من موضوع اتكلمنا معاكم فيه، وبكرة هنكون مع حلقة تانية فيها أخبار كتير. استنونا في نفس الميعاد من الساعة 6:30 للساعة 8. هنكون برضو بنتكلم عن الرياضة والتكنولوجي والصحة وترندنج نيوز. بكرة هتكون حلقة مميزة عشان نتكلم على ليفربول وريال مدريد أكتر. استنونا في نفس الميعاد، أشوفكم بكرة في موعدنا شباب. يلا بينا. لو سمحت تبتع أنا عايز أشوفك.